صباح الخير سعادة المدير. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. أستاذ حاب أذكركم بالموعد. أنا موعد؟ قصدي صار الوقت ولازم تمشي. لوين نمشي؟ على المطار أستاذ، كبار الموظفين سبقوكم. ليش؟ أستاذ عمكم استقبال الوفد الطبي الأمريكي. عفوا، أنا خالي ذهن تماما. شو المناسبة؟ بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمكافحة الإيدز ببلدنا. ليش نحن عنا إيدز؟ لا أبدا. لكن ليش لحتى ينعقد المؤتمر ببلدنا؟ أستاذ يبدو أنه نحن لازم نشارك العالم بالقضايا الساخنة. ومين دعا الوفد دخلك؟ ما بعرف أستاذ، من فوق، ويبدو السبب سياسي. ماشي الحال، ماشي الحال. اتصلتوا بالمراسي؟ كل شيء جاهز تمام أستاذ. عظيم، يعطيك العافية. And in order to defeat this dangerous disease, وللقضاء على هذا المرض الخطير, all of us have to work hardly and continuously. علينا جميعا أن نعمل بصورة جادة ومتواصلة. Thank you. شكرا لكم. صباح النور استاذ. صار الوقت ولازم تمشوا. لوين؟ على المطار استاذ. خير، شو في استاذ؟ لازم تستقبلوا البعثه الطبيه الاوروبيه. وشو المناسبه؟ بمناسبه حلول المؤتمر السنوي للقضاء على الملاريا. فضايا القلوب والله احد. ليش نحن عنا ملاريا؟ لا، على حد علمي ما في. لكن ليش لحتى نستضيف المؤتمر؟ بجوز لحتى نشارك العالم بمشاكل الساعه، والسبب يبدو لي سياسي. لا عنا مستنقعات ولا عنا غابات استوائية، شو دخلنا بالملاريا نحن؟ عفوا استاذ ما بعرف. طيب خلي المعاون يطلع يستقبل الوفد، هلا بحكي معه انا. البروتوكول ما بيسمح استاذ. ليش بقى؟ لانه في بالوفد علماء واطباء ومعظمهم على درجة بروفيسور. طيب ماشي الحال. امتى المسير؟ دوبنا نلحق استاذ. اوكي اوكي ماشي. يعطيك العافية. دي ملاريا ist eine epidemische Krankheit. الملاريا مرض معدل وخطير. Und dafür hätten viele Wissenschaftler und Laboranten, ولذلك كان لدى العلماء والمخابر, die Interesse und die Mühe gegeben. الاهتمام والهم, nicht nur eine Gegenimpfung zu finden, ليس فقط لاكتشاف لقاح للمرض, sondern auch eine endliche Lösung dieses Krankheits. ولكن لإيجاد حل نهائي ودائم وللقضاء على هذا المرض نهائيا. Danke meine Damen und Herren. شكرا لكم. استاذ صار الوقت ولازم نمشي. السيارة جاءت. خير، لوين بدنا نمشي؟ أنا خالي ذهن تماما. على المطار استاذ. ليش؟ جاينا وفد طبي من الهند الاستوائي. والله انا اللي سويتي آنسة من الانتصار بالمطارات. وشو مناسبة المؤتمر دخليك؟ مكافحة مرض البلهارسيا. ليش نحن عنا بلهارسيا؟ لا، على حد علمي ما في. حدا من قرايبينك البعاد ولا الاقراب، الختايرة ولا الشباب، المتوفين ولا الطيبين، اصيب بمرض بلهارسيا؟ اعوذ بالله، ما في شيء من هذا استاذ. يعني إذا هنين عندهم ترع وسواقي وأنهر مشموهة وبينزلوني بنهر الغانج تبعهم بالباساتهم وبيطبشوني بإيديهم ورجليهم فيه، نحن شو دخلنا؟ مشاركة أستاذ، نوع من المشاركة والاهتمام بالبيئة العالمية لمنع التلوث. ماشي الحال. ومين دعا الوفد دخلك؟ من فوق. مفهوم مفهوم، السبب سياسي. ماشي الحال، قولي للشوفير ابو عدنان يحمل السياره. امرك. الو. نعم. اسف استاذ على الازعاج، خاصه انه اليوم الجمعه، بس حاب اذكركم ببعض المواعيد. خير، هاتي لشوف. استاذ بكره في عنكم استقبال وفد التضامن الطبي الاسيوي الافريقي. بمناسبه شو؟ ما عندكم فكره استاذ؟ امبلا امبلا، قالوا لي بالعلاقات العامه. بس ذكريني شو المناسبة يا ترى؟
بمناسبة اليوبيل الفضي للقضاء على وباء الكوليرا. ليش نحن عم تصلنا إصابات كوليرا؟ لا لا سمح الله، بس لازم نشارك بهيك تظاهرات. وليش لازم بقى؟ يعني ضروري يكون إلنا بكل عرس قرص بطعمة وبلا طعمة؟ ما بعرف أستاذ، أنا واجب أذكركن وبس. العمى على هالحالة، يعني نحن لازم نعمل مؤتمرات لمكافحة الرشوة، لمكافحة الفساد، للإصلاح الإداري، للتفسخ الأخلاقي، لانعدام الضمائر، للتسيب والفوضى. إيه عليم الله، هدول أمر من الكوليرا. أكيد أستاذ. طيب هلأ شو بتأمروا؟ شو بدي أأمر يعني؟ خلاص يوم السبت بوشي على المطار وخلي المراتم يسبوني. الله معك، مع السلامة. حاضر حاضر، رح أبلغ بعد. أستاذ حاب أذكركم بعد ساعتين عنكم استقبال بالمطار للوزير الأفريقي. شو المناسبة؟ بمناسبة الاحتفال السنوي لشجب التمييز العنصري. ليش نحن عنا تمييز عنصري؟ إلا ديننا ولا مجتمعنا ولا عاداتنا بيسمحوا بهالشيء. صحيح أستاذ. إيه بقى ليش لحتى نشارك بهالذكرى؟ إثبات موجودية بين دول العالم ودعم للمؤتمر الوطني الأفريقي لأنه نيلسون مانديلا. مفهوم مفهوم، السبب سياسي. قولي لشوفير أبو عدنان يحمي السيارة حتى ألحقنا على المطار. حاضر. وكان يجب علينا أن نقضي على هذه الآفة الطبيعية التي ابتلينا فيها، فإن ذبابة تسيتسي التي تخدي على معظم شبابنا وإن لم يموتوا بعد لسعتها الأولى فإنها تصيبهم بمرض النوم المستديم والخمول والوهن الشديدين الشبيهين بالعجز الدائم. شكرا لبلادكم التي احتضنت هذا المؤتمر، مؤتمر ذبابة السيسي، وشكرا لسعادة المدير وألف ميرسي. أحسنتم أستاذ، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك بلدك الثاني. يا مرحبا. أهلا وسهلا. جاهدين سعادة المدير؟ إيه شو أنت بتطلعي مثل ورقة اليانصيب وين ما بروح؟ جاهزين أستاذ. مشان العشاء بالليل؟ لا للأسف أستاذ. لكن لوين؟ مشان تروحوا على المطار أستاذ. خير، شوفي بالمطار؟ بعد ساعة ونص رح توصل البعثة الطبية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعثة جوا إيه؟ أطباء دول الكومنولث. وما بصير بعد العشاء؟ بفوتنا الوقت أستاذ، الطيارة أجنبية يعني ما عليها تأخير. ولك يا عالم، يا ناس، يا خلق، يا هو، صحيح أنا مدير عام، بس مشتهي أقعد على هالكرسي لحظة واحدة قبل ما يطير من تحتي أو يطير من فوقه. ولك والله ما فرحت مثل الخلق بهالكرسي لسا. وأريضة مطارات، وأريضة. لك لك موسيقى الجيش والشرطة عششت بإعداني. حرس الشرق عم شوفهم بمنامي، منظر السجادة الحمراء الطويلة، منظرها عم يصيبني بالعصبي. بتعرفي يا أنسة إني حفظت طولها من كتر ما بشحت فوق منها؟ طولها 17 متر ونص، نسلة من دائرة، محروقة من طرفها. طيب البلد سعادة المدير. طالما المسألة هي، أنا رح أتصل بالجهات المختصة حتى يخصصوا لي مكتب بالمطار أهولني وأقربني وأحسنني. لسه طالع نازل تستنى منشار؟ ارحموني يا ناس، وأريضة وفود طلعي برجلي دوالي أنا. استاذ هو في لا ومعدات الشجر اللي على طريق المطار، على اليمين في 451 شجرة بيناتهم أربعة يابسين، على اليسار في 371 شجرة بيناتهم أربع شجرات مشمعوش. الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول لك. بمناسبة شو هالمؤتمر؟ بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث لمكافحة مرض الزهايمر. الزهايمر؟ وشو هذا الزهايمر؟ مرض الخرف سعادة المدير. ايوه الخرف. لا ضروري نحضره، هذا السبب سياسي.